الكلام ده بكتبهم. نحن خلينا برضو نذكر الكلام ده بس ما بنفتح له الكتاب لغايه بعدين الصوف يدقس ويعتبر انه دي زريبه البرعي ولا شيكينبه المكاشف ويتورط، عشان بعد ذاك نوري الناس المنهج الباطل حقك. فدال بيعتقدوا انه الشيخ الولي حقهم بيقول للشيء كن فيكون، وانا جايك بذكر الكلام بوثائق، وبيعتقدوا انه الشيخ بيعلم الغيب، وانه الشيخ بيهب الذريه، وانه الشيخ بيقبض روحك، وانه الشيخ يحييك بعد الموات، وانه الشيخ بيهرش ملك الموت. ده كله بيعتقدوا الصوفيه في شيوخه، بل بيعتقدوا انه الشيخ بيعبد الله لغايه ما يحصل مرحله هو ذاته يبقى رب العالمين، والكلام ده كله من كتبه. اما المساله الاولى بتاعت علم الغيب موجود في القصائد. البرعي قال، ده الدرويش البيجاي هنا في الزريبه هنا، قال: قوماك نزاور الاولياء الاقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. طيب نحن من غير تعصب الموضوع ده عارضه على القرآن، ربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. الغيب لله، قل إن الغيب لله، عرفته الغيب حق ربنا سبحانه وتعالى، ما في أحد بيعلم الغيب أو يعلم ما كان أو ما يكون، ده كله حق ربنا سبحانه وتعالى. ده البرعي قال الأولياء عادي بيعلموا الغيب. قال الولي بدي الجنة زي ما قال في كتاب، الكلام الأول ذاك كتاب اسمه ليك سلام مني، والكتابة قصيدة اسمها طيب مرحي، اللي هو مؤسس الطريقة السمانية أحمد الطيب البشير في أم درمان، هناك قبره هناك. قال الشيخ بيدي الجنة في كتاب اسمه علامة الطريق، طبعته دار الأسباط. قال قوماك، قال كباشي في شمال بحري: كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل، كم أدى طفل غير مس وتفل. قال الشيخ بدي الجنة، وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فربنا سبحانه وتعالى الآية دي بداها بأسلوب الحصر والاختصاص، لأنه لله جار ومجرور، خبر مقدم، والخبر في الجملة محله وين؟ محله بعد المبتدأ، فقدم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، يعني الولد ما حق أحد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أخواننا هم بينشروا العقائد الزي دي عشان الناس يعتقدوا فوقه، يقول لك الشيخ بيتصرف في الكون زي ما الجماعة قالوا في المديح بتاعهم، وطبعا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ما في زول عاقل بينكره، فضلا عن مسلم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ما في زول بينكره، زي حسان بن ثابت لما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما جاء يهجوه، لما هجاه ابو الحارث ابن عبد المطلب وهو يعني ود عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزول ده هجاني اهجوه، فجاء كعب فهجى فلم يغني شيئا، وجاء غيره عبد الله بن رواحه فهجى فلم يغني شيئا، كما قالت عائشه في صحيح مسلم، قال: فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حسان، قال نادوا حسان بن ثابت، قال: فجاء ولسانه يدلع، يدلع معناه بمرق وبخش، يعني زي زول بيقول لك طرق سكينك دي الضحية قربت، كويس داري نجم المشركين. ليه نحن بنقول الكلام ده أخواننا ونركز عليه؟ عشان نحن دارين الطالب يكون واعي، لما يجي زول يجي يقول السلفيين ما بحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بيقولوا المديح ما بيجوز، اعرف انه نحن بنتكلم عن ياتو مديح، ده في صحيح مسلم، ده ما بننكره نحن ذاتنا بنقوله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال له: على رسلك فان لي معه نسبا. قال له: الزول ده ابوه من بني عبد الدار، بني عبد الدار من قريش اللي هو اهل مصعب بن عمير. فقال له: الزول ده امشي لابو بكر وهو اعلم قريش بانسابها
فليلخص لك نسبي. قال حسان قال هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. يعني أنا لما دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بالدنيا أجر. فعند الله وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. والقصيدة طويلة. زول يقول لك حسان كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وانت مديحك وينه؟ يقول لك ايوه اسمع اها جيبه. يقول لك كباش القيد في شبله. يا زلمة ما تطرانا بالخير الله يهديك. ها كباش القيد في شبله. جيت ازور جبله. انا ذاتي دار لي صوفي ترجم لي الشغل ده. ها جيت ازور جبله جيت اقيف قبله لولح وزقله. ها ودردق ونبل وعدم الصوفه وفي الفريق زقله. اسي عليك الله ده الشيخ عنده رحمه خلى فيه حاجه ده جنبه بس ما خلى فيه ايش كويس. هل ده مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك جر الشمس. وشوف دي العقائد الكفريه والالحاديه. جر الشمس مع الملائكه ما غلبوا والتمساح حجر في شانجلوك قلبوا. قال الشيخ من كراماته انه جر الشمس مع الملائكه والشيخ كذاب لانه القران قال كذاب. ربنا قال والشمس تجري. انتم مش قريتوا في ثالثه البلاغه المسند والمسند اليه الشمس شنو مبتدا مش وتجري دي الجمله الفعليه في محل رفع خبر واسند الجريان الى المبتدا مش ده المسند اليه. يعني ما في ملائكه بتجر يا شيخ يا كذاب عرفتها. ده قال جر الشمس مع الملائكه. نفترض انه بتجرها بتمسكها بشنو يا شيخ؟ شوفوا الكذب ده كيف. ولا الشمس ذات قطره كم الا نجيب ناس ميكانيكا وذاتهم ما بيعرفوا الشغله دي نهايتها وين عرفتها. قالوا والتمساح حجر في شانجلوك قلبه. قالوا اصل القصه انه الشيخ رسل جلوك الحوار بتاعه عرفتها. وقال له يا اخي جيب لي مويه من البحر عشان اتوضا واصلي العصر. ليه هنا ما عندنا معك مشكله وتعاونوا على البر والتقوى ما في مشكله. قال لما مشى البحر التمساح اكله بلع جلوك لغايه ما خلاص المغرب قرب والشمس دارت تقع. الشيخ قال وين جلوك؟ قالوا له مشى البحر يجيب لك مويه والتمساح قام ذا كوركوداين ايتنج جلوك. قال له ايوه. قال احكاكم نمشي البحر. قام ساق الجماعه ومشى البحر كلهم يتلموا. قال التماسيح اجمعوا هنا. انت يا شيخ التماسيح بتفهمك كيف؟ انت تمساح ولا التماسيح قلبت ولا الحاصل شنو؟ عشان داري اوريك انه الشيخ ده خطر مع نمل بيتكلم مع اي حاجه بيتكلم عرفتها. قال له امرك جلوك. قال ما بمرق. امرق ما تمرق. في النهايه قال مرق جلوك. والغريب انا ما اعرف الجلوك ده كان مغلف بماده حافظه ولا شنو. لا اتهضم لا اتكسر فيه عظم مرق زي ما يهو بيبريقه كمان والله جد. قال ضربه كده بالسبحه. قال التمساح بقى حجر. قال كويس. وبعد ذا قال الشيخ مشى يتوضا وصلى ورجع الشمس. قال رجعها قربت المغرب ورجعها. قام صلوا العصر وتاني رجع المغرب. طيب الناس صلوا يعيدوا لانه ربنا قال اقيم الصلاه لدلوك الشمس. ما الشمس تاني رجعت العصر اهنا صلين وقتين ولا سقطت عننا ولا الحاصل شنو؟ كذب. ونفس الكلام ده ذكروه في كتاب اسمه طبقات الشعراني. واحد قال اسمه احمد الفرغلي وواحده اسمها بنت مخيمر. كلام بتاع صوفيه يعني اولياء بتاع صوفيه. برضه التمساح اكل. قام الشيخ نادى التمساح. قال التمساح مرق من البحر والناس عن يمينه وشماله لغاية ما حصل الشيخ. قال له أمرقه. قال مرقه زي ما يحي. قام الشيخ نادى الحداد. قال له أقلع سنون التمساح. وسنون التمساح بيقلعها بحداد مربوطة بسنة عويرة ولا جنو ترابطة بمفك نجمة. المهم قال قلع كل سنون التمساح كويس. وبعد ذاك قال له أرجع تاني ما تسوي كذا. قال التمساح رجع ودموعه تسيل. قال شيخنا احمد البدوي اخونا احمد البدوي قال التمساح ده شايل جراح ولا شنو؟ ده هوس ساكت هوس وكلام فارغ بتاع تصوف. اغرب من كده في كتاب طبقات والضيف الله بيقروا في جامعه الخرطوم في الجميله ومستحيله في جامعه الخرطوم. قال كرامات الشيخ موسى ابن يعقوب الفضلي مش هو خليل الرومي ولا موسى بتاع الطير اسمه منو؟ موسى مش؟
قال موسى ابن يعقوب الفضلي، قال جاء واحد قال المشاط يمشط رأسه، المشاط بيمشط للشيخ، نفترض انه بيحلق او بيسرح، مشينا له عرفتها. قال فجاء الطيرة بقوة البيت، يعني بالطاقة حقة البيت، قال فسكسكت للشيخ. طبعا الطير بسكسك دي ما غريبة، لكن قال فسكسك الشيخ لها، ودي اللي بتحير الطيرة ذاتها. قال ثم طارت، ثم جاءت الطيرة أخرى، والله ده التصوف، تبقى صوفي معناه بتبقى ما عندك عقل. قال ثم جاءت الطيرة أخرى فسكسكت، فسكسك الشيخ لها وطارت. قام المشاط راسه ضرب، قال له يا شيخ سألتك بالله، وده مسكين قال الشيخ فاهم حاجة، والشيخ أفهم منه والدبرك ذاته عرفتها. قال فقال له يا الشيخ سألتك بالله، الطيرة إن قالت لك وإنت إن قلت لها؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما. والدبرك كان دار يطلق عشوشة لأنها ما قشت البيت، وقام قال له رجع له. هو الساكت يا ناس، ده الدين الليلة الموجود في السودان، وده كان سبب في انتشار الإلحاد والملحدين. لأننا الليلة لما جاء القلي دين زي ده، نفسي العلمانية القامت في أوروبا بسبب الدين المحرف، نفس الشغلة هنا. لكن نحن بنقول لهم الإسلام ما محرف، ودي يا أخواننا مسؤولية عظيمة خاصة لطلاب التربية هنا وعموم الطلاب، إنه دي يا أخواننا أنتنا الشباب، الأمة دي السبب بتاع التصوف والهوس ده، البنزين والبتاع والشغلة. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض. يا أخي نحن للينا ما عارفين المطر بنزلها الله ولا الشيوخ، جايبين دكتور اسمه الخنجر من الخنجر بيجاي، هاي بيجاي، قال شنو؟ قال نحن قال بعض مرات قال المطر ما بينزل، بنمشي للشيوخ بيقروا ياسين بينزل المطر، وكذاب ما بيقروا ياسين. لأنه انت لو قلت بمشي للشيخ عشان يقرأ ياسين، الشيخ صورة ياسين دي عنده فيها شيء معين؟ ما في ياسين ولا شنو؟ ولا القرآن ده عملته منه ميت ولايت وبرو وكده، مش هو واحد ياسين ربنا نزلها وانا بقرأ يا ياسين اللي بقرأ اي مسلم، ولا عندكم انتوا حاجة تانية؟ قال تلقى حواشتين سوا، قال بيناتهم تقنت ولا ترس، قال فيهطل المطر ها هنا وتمنع انت وما بينهما الا السراب. بعدين ده يوري انه شيوخ ديل شيوخ ماديين جدا، وناس ذاتهم يا اخي وقت عندك مطر ما تدي الناس التعبانه دي، ناس الغلابه، انتوا شيعين ما عندكم راي في الصوفيه ديل؟ مفروض واحد يتكلم، نحن على مستوى السودان مفروض الصوفيه يدوا الناس المطر، ولا ما عندك اي مشاركه في معاناه الشعب السوداني؟ المهم قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، أهابي تسأل الله وبرضه ما بديك مطر. شوف الكلام ده كفر كيف. وربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وغير من الأدلة والآيات الكثيرة العظيمة في بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر وحده. وده يا أخواننا ما كان كفار قريش بغالطوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المزالة دي عرفتها. وإنه الشيخ ده حصلوا درجة كما جاء في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية للطريقة القادرية، الشيخ بيتكلم عن روحه، قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، قال الشجرة في الواطة كله كم نيمة كم عدارة كم دخن كم سمسم كم عيش كم نجيلة كله، قال عارف. وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. أسألكم بالله بس قدام الكافتيريا دي بيقدر يحسبها؟ بس هنا بس ها؟ قال وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي، وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي. قال نار إبراهيم ما بردت إلا بدعوة الصوفية. وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الضمير بتاع الجمع هنا للتعظيم، وهو الله سبحانه وتعالى ما الصوفية. قال وكنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. يعني قال الله نزل الكبشين، أول حاجة ما عرف يسوي شنو، ولا الفتوى بتكون من وين؟ فتوى بتكون أصلا من جاهل لعالم. قال لغاية ما استفتى القادرية، بعد ذاك القادرية قال له يا الله نزل كبشين.
الكلام ده قالوا اليهود والنصارى؟ ما قالوا اليهود والنصارى. قال لغاية ما قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي. يعني قال العصا بتاعت موسى ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال دي ما الأصلية، دي التقليد، شال مننا نحن، عرفتها؟ قال أنا والله ده موسى الزومة ما تشيل منه، عرفتها؟ قال أنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدته الفردوس أحسن جنتي. أنا الذاكر، ده الشيخ بيجي يقول كده، أنا الذاكر المذكور في كل مضمر، أنا العاشق المعشوق في كل نعمة، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. بعد الكلام الكفر والإلحاد قال وما قلت هذا القول فخرا، مش قال هو الله؟ قال وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن كيما يعرفون حقيقتي. فالصوفية دل بيعتقدوا إنهم بيتصرفوا في الكون. كتاب اسمه سراج السالكين تأليف ود بدر، ده عندنا هناك في شرق النيل، الجماعة بيقولوا ود بدر من الفقر، وهو حافلة عشان تكون فيها جاز ما في الليك من الجاز، عرفتها؟ فقر جد لأنه ده سبب الفقر ذاته، عرفتها؟ قال في كتابه بتاع سراج السالكين قال اعلم أن أولياء الله الكمل ثمانية بس. وطبعا أنت يا مسلم ما بقيت ولي ما بتخش الجنة، لكن الصوفية عندهم مقاييس معينة للولاية، إنه اسمك يكون فلان فلان القادري، فلان علان الختم، فلان علان المهدي، فلان علان صايم ديمة، فلان علان البرعي، فلان كده. كما بقيت ولد ولي ما بتبقى ولي في السودان، ممكن تبقى مقدم، ممكن تمسك النوبة، ممكن تمسك العصيدة المسيخة، لكن ولي نهاية ما بتبقى، عرفتها؟ وكمان لو دار المساكين تقول لها شوف المغابر دي وين الولي، يقول لك شايف القبة الكبيرة ده الولي الكبير، والناس المساكين التحدين راكدين سايدين ما أولياء. وربنا قال الولاية أخواننا لا بناء ولا نسب ولا ادعاء، ربنا قال الولاية صفات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دي صفتين للولاية. قال أربعة باليمن وأربعة بالسودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، قال وأما الذين بالسودان فمنهم دفع الله، الجبال ذكرناه ده جر الشمس ده، قال ومنهم أحمد الطيب ود البشير، قال وقد ملكه الله الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة. لا في ضبانة يتوفد إلى رحمة مولاها، ولا في بعوضة جناح انكسر، ولا في والدبرك طق له شجرة ساكن، ولا شافع نزلوا بنبلة، ما في أي حاجة. 33 سنة قال ما نقص في الكون جناح بعوضة. يا أخواننا الكلام ده القرآن قال لك لو سألت منه أبو لهب وأبو جهل يقول لك ده ما نقر ولا نؤمن به ولا نعتقده. ربنا قال في سورة يونس ولئن سألتهم من نزل، ولئن سألت قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نحن الليلة في السودان الولي بدي الولد لما بدي الولد، ودي ما كانت المشكلة الحقيقية أخوانا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ناس أبو جهل وعقبة بن أبي معيط. ديلا كان بيقولوا نحن عندنا ذنوب ومعاصي، والأولياء ديلا الأصنام هبل ومنات واللات دي صور، لأنه زمان أبو جهل ما كان عنده موبايل S4 ولا تابسيري ولا حاجة، كان عنده حجر وعنده قدوم بينجر به، والحجر ده في شكل بني آدم، عرفتها؟ والشكل ده عبارة عن صورة اللي بنلقاه الليلة اليوم في الباصات السفرية. اكتبوا لك في الباص السفري في حواك يبشرة، وتلقى الباص مجدوع زي الجرادة الطاقية دفار مجدوع هناك، طيب أبشرة وينه؟ والقزاز المكسر اللي بيكون ملصق فيه أبشرة ده، عرفتها؟ هو الساكت. لا نحن بنعتقد في الشيوخ إنهم يخدل، قالوا الشيوخ بيهرشوا الملائكة. في كتاب أزاهير الرياض قالوا باب دا عبد المحمود نور الدائم في طابت، قال باب فيما أكرم الله به أحمد الطيب في فسحة من حضرت
ملائكة القبض لقبض روحي ونحو ذلك. يعني قال من كرامات الشيخ إنه في ناس الملائكة بتاعت الموت جات تقبض روح المريد بتاعه، الشيخ يقوم يطرد شنو؟ ملك الموت. قال ومنه أن ولده أحمد لما حضرته الملائكة لقبض روحي قال لهم ارجعوا، قال لهم أما قلت لكم لا تقبضوا روحه؟ قالوا إن أجله قد انتهى. قال لعزرائيل ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ. عديل كده موضوع ده، قال له نحن حسمناه. وبرضو في نفس الكتاب الصفحة 134 قال الشيخ عبد الله با علوي، ده من الفكهاء بتاعنا الصوفية، قال من كراماته عنده واحد من الحيران قال له يا شيخ يعني أدعو لي الله وكذا. والمهم الزول ده قالوا مات، والشيخ قام حضروا لغاية ما دفنوا والناس مشوا والشيخ قعد في قبره. فقام الشيخ شوية قام زعل وقبض وجهه ثم بسط وجهه، فالجماعة سألوا الشيخ قال له الحصل شنو تحت في القبر؟ وانت بتعرف التحت في شنو؟ ما بتعرف إلا بوحي، والوحي ما بينزل إلا على الأنبياء. قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله با علوي. قال من ربك؟ قال للملكين ربي الشيخ عبد الله با علوي. قال فالتفت الملكان بعضهما إلى بعض، الملائكة قال عاينوا لبعض. قال ثم أعاد عليه فأعاد عليهما فقال له مرحبا بك وبشيخك عبد الله با علوي. أول حاجة يا أخواننا يخالف ما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه في جوابين، الزول المؤمن وزول الخير بيقول ربي الله وهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، والزول الفاجر والمنافق بيقول ها لا أدري. في كل الأسئلة سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بيقول ها لا أدري. أنت من وين جبت جواب ثالث؟ عبد الله با علوي. يعني في الدنيا هنا تسوي أي حاجة، تقع في أي معصية، ولما يجي يدفنوك تقول ربي يا شيخ عبد الله با علوي. شوف الكفر والإلحاد، وده جابينه على إنه كرامة، زي ما قالوا السمانية قال ومن يقول هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب. يعني أنت لو تابع للسمانية ومت وحفروا لك قبرك، لما يجي يحفروا القبر أول ضربة بالأزمة يقولوا هذا قبر أحمد الطيب وإنت اسمك عبد الله أو غيره من الأسماء. قال ملائكة الموت ما ابتزلك، وده إنكار لعذاب القبر زي الترابيين الشعبيين وليدات الترابي، عرفتها؟ فدي أخواننا مصائب. الشيخ جعله إله مع الله سبحانه وتعالى. جابين في تلفزيون السودان واحد قال شيخه، أو في تلفزيون النيل الأزرق قال شيخه بيقول للشيء كن فيكون، شيخه بيقول للشيء كن فيكون. وطبعا ديل نشروا لهم الكلام ده الجبهجية، وداك الجبهجي داير يجيبه وينشر له الكلام بتاعه كده، لكن ما داير يفكة كبيرة قدر ده إنه الشيخ يقول للشيء يكون فيكون. المذيع داري يصلح على الزول، زولك قال له، المذيع قال له طبعا انت يا شيخ ما قاصد انه الشيخ ذاته بيقول للشيء يكون فيكون، انت قاصد الشيخ بيسأل الله وهو زول ولي وصالح وكده، بعد ذاك ربنا اللي بيده كن فيكون فيعطي الشيخ سؤله. قال له لا، الشيخ ذاته بيقول للشيء يكون فيكون. وانا بجاي المره اللي فاتت كان جينا اشتغلنا بغادي السنتر بغادي، جاني واحد وبقى يغالطني في الموضوع ده، قال ايوه الشيخ عادي ممكن يقول للشيء يكون فيكون. طيب انت ما تقول لجزء من المويه بتاعت البحر دي يقول لها كوني جاز وبنزين عشان تحل المشكله دي، عرفتها؟ ده كفر بالله يا اخي. الكلام ده لو سالت منه ابو لهب ولا ابو جهل يقول لك انت صوفي بليد، عرفتها؟ ربنا قال في سوره المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل فأنا تسحرون. فدي أخواننا آيات واضحة. فالأمر الثاني الإيمان بربوبية الله وأن الله يملك الرزق، وده طبعا كلام كثير الحجابات اللي بيعملها الصوفية للناس، يقول لك حجاب بتاع رزق، عرفتها؟ تجيب لك حجاب بيجيب الرزق، وده شرك بالله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى الآية الشركية والتمائم والتولى ده حجاب المحبة. واحد
امشي لفكي يقول لي طبعا والله في واحدة وما دايراني وكذا كذا اربط لي. طيب انت ما تبقى بقدر مستواك وكنت ما دايرك. وداك بدل ما ينصحه يقول له يا زول اتقي الله وامشي ربنا بعوضك خير، يقوم يكتب له شرك حجاب بتاع محبة، عرفتها؟ وداك يمشي تاني يدوش اكوش لما الراس ينقسم نصين يستاهل، فهمتها؟ وهو الساكت كلام فارغ. فده اخواننا من الباطل، ودي من العقائد السيئة والشركية الموجودة في المجتمع. فالمسألة الثانية هو الإيمان بربوبية الله عز وجل. المسألة الثالثة الإيمان باستحقاق الله للألوهية والعبادة. عباداتك دي ما تصرف إلا لله، ما تنادي غير الله، ما تنادي مخلوق، ولو كان هذا المخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنده من دون الله. ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ربنا سماه كافر، سماه ضال، سماه مرتد وغير من التسميات التي جاءت في القرآن. فزول يا أخواننا ما يدعو له مخلوق. والسودان ده بقى مجهجه ذاته، ناس يقول لك عين يمين نادي بسكين، أولي ذاتهم أسماهم ما تطمنك ذاته، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرع، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجيد. ده شنو ده؟ هوس يدعوهم وما بيقدر يملك لك حاجة، لأنه هو مخلوق ضعيف وميت، وإنت كفنته وأديته خرصانة ما بيقدر ينفعك ولا يضرك ولا يملك لك شيء مع الله سبحانه وتعالى. ويضيع الإنسان دينه وعقيدته بمثل هذه العقائد الباطلة الفاشلة الفارغة. وده أهم أمر ربنا سبحانه وتعالى من أجله أرسل الرسل ومن أجله أنزل الكتب. وعشان كده أخواننا كثير من الدعوات القامت زي الأخوان المسلمين سواء كان مؤتمر وطني أو مؤتمر شعبي أو غيرهم أو غيرهم، ديل ما اعتنوا بالأصل ده إنه يدعو الناس للعقيدة الصحيحة. عشان كده المجتمع ما بينصلح، المجتمع لا ينصلح إلا إذا انصلحت هذه العقيدة. ناس يمشوا للقباب والأضرحة. واحد اسمه راجل السبت ده في الأبيض، هو أصلا مدفون في الشمالية، الناس عنده عقائد إنه الزول ده يوم السبت بيشق الواطة تحت، بيشق الواطة تحت ويقوم يحصل الأبيض. الدائرة ولد تمشي للشيخ، والدائرة ينجح يمشي للشيخ، والعنده موضوع يمشي للشيخ. عقائد يا أخواننا سيئة جدا، شركيات ربنا ما بيرفع بها الأمة. ولذلك ده الأمر المهم الذي من أجله شرع الله الشرائع وأنزل الدين والكتاب. كذلك من مسائل الإيمان الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم به ربه. الإيمان بذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى الكريم الحليم الغفور الرحمن الرحيم، وأن الله على العرش استوى، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المسألة الثانية عشان ما نطول على الناس، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإنسان يا أخواننا يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفرق اللي حصل لنا بسبب أنه خلينا النبي صلى الله عليه وسلم وبارينا رجال، ناس باروا الصادق المهدي، وناس باروا لينين، وناس باروا حسن البنا، وناس باروا من استالين، وناس باروا وناس باروا وناس باروا، فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فذلت الأمة. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن اليهود يلعبوا بينا، والنصارى يلعبوا بينا، ودول الكفر تلعب بينا، لأن أخواننا تركنا ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني زي ما الناس الدارين يأكلوا لهم حاجة صحن بيقوموا ينادوا بعض
قال الأمم دي حتتنادى على الأمة المسلمة. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ نحن بساط النازل مجهجهننا لأنه نحن بساط. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني ما في إيمان حقيقي. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ودي أخواننا الحاصل على الأمة الليلة، تفرق وتشرذم لأنهم تركوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فابتلاهم الله جل وعلا بالتشتت وبتضارب الآراء يعني الحيرة الشديدة. أصبح الإنسان لا يدري من يتبع ومن يسمع. لكن نحن بنقول الكلام ده يا أخواننا يتنبأ به والرسول صلى الله عليه وسلم، وده كلامنا في الأحزاب دي كلها من غير أي استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسما، وإنما ذكر منهجا. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني عشان تنجو مش نقول لك أبقى مع فلان، عشان تنجو لابد تكون زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من الدين والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع وكل نواحي الحياة. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما بيجوز يا أخواننا التفرق، وما بيجوز التشرذم، وما بيجوز إنه الإنسان ينشئ له أحزاب وجماعات يفرق بها الأمة الإسلامية ويأتي بالبدع والضلالات في دين النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في ذلك يطول، ونحن بس هبشنا زي ما بقولوا هبشات بسيطة، وإن كان الكلام موجود وأخواننا المشايخ موجودين يتكلموا والمراجع موجودة إن شاء الله. الصلاة أيوة إن شاء الله بعد الصلاة نختم الآن، وبعد الصلاة إن شاء الله في السنتر بتاع صحة، والفرص هناك إن شاء الله، حتى لو في إنسان عنده فرصة بعد الصلاة بنصلي إن شاء الله، نمشي السنتر بتاع صحة هناك، أي زول داير فرصة إن شاء الله الفرصة بنتيحة له بإذن الله.